طيب خلونا مرة تانية مشاهدينا نرجع لموضوع ارتفاع أسعار البصل بنسبة 10% ونعرف التفاصيل من خلال الأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة اللي طبعا برحب بيه. أهلا بيك يا أستاذ حاتم وصباح الخير. حضراتكم كل السادة المشاهدين وكل متابعيكم أينما كانوا. يا أهلا وسهلا. مبدئيا تعرفنا إيه أسباب ارتفاع البصل بنسبة 10%؟ خلينا نقول إيه أسباب انخفاض الطماطم والبطاطس بنسبة من 50 ل 60% الأول. انخفضت الحمد لله. طبعا احنا عندنا انخفاض في الطماطم وانخفاض في البطاطس وانخفاض في الخيار وانخفاض في الباذنجان وانخفاض في الكوزه وانخفاض في الخضره والكابوتشا والخس والكرنب والقرنبيط من 30% لغايه 60%. ليه؟ كويس. احنا طبعا في هذه الفتره احنا مقبلين ودخلنا خلاص في المواسم الشتويه المبكره، ودي اللي جابت طبعا لدينا اتاحه كبيره جدا داخل الاسواق وعملت اتزان في الاسواق، وده اللي احنا اكدنا عليه في مداخلات سابقه ولقاءات سابقه. قلنا احنا الفترة اللي فاتت كانت فترة درجات حرارة وكان في عندنا عوائق كبيرة جدا، منها طبعا تغير المناخ ومنها ايضا ان الناس كانت برضو المنتجين الزراعيين كانوا بيعانوا من ارتفاع مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج. ولكن احنا الان في ظل حكي يا استاذ حاتم قلت لي ان العروة الجديدة بتبدأ في شهر 11 ويمكن دي بتتوافق مع تصريحات حضرتك السابقة. المبكر بتاعها الحمد لله احنا قلنا ما هيبتدي العروة المبكرة الشتوي من نص شهر 10 لغاية معانا لغايه شهر 3. طب الحمد لله. احنا ده اللي احنا بناكد عليه. اما بالنسبه في البصل تحديدا، البصل بقى احنا ما عندناش منتج طالع من الارض دلوقتي، يعني احنا بناكل من المخزون اللي موجود داخل مفرش البصل في الاماكن اللي فيها تخزين البصل. احنا قلنا اللي عندنا برضو حصل بعض تلف للبصل نتيجه طبعا سوء التخزين وسوء الاحوال الجويه، وده اللي ادى طبعا ان احنا البصل اللي كان كتير جدا وكان زراعته كتيره جدا، ولكن في عندنا حصل تلف فيه نتيجه الحاله الجويه ونتيجه برضه يعني سوء التخزين. واحنا قلنا ان الفتره دي هي فتره احنا ما عندناش منتج طالع من الارض، وبناكد على هذا الكلام. طيب ايه اللي هل في عندنا فعلا بعض الاحتكارات او بعض المؤسسات الخاطئه؟ نعم احنا لن ننكرها، عندنا ايضا في بعض يعني قله. طب الاحتكار ده يا استاذ حاتم احنا بنقف قدامه مكتوف الايدي يعني؟ لا، ما هو انا هقول لحضرتك النهارده احنا قلنا ان الجهات الرقابيه لابد ان يكون لديها يعني وجود على ارض الواقع، وهي موجوده وبتراقب وكل حاجه، ولكن عايزين متابعه للاماكن اللي فيها تخزين البصل عشان يبقى ما فيش حد يحجب سلعه عن مواطن، ما حدش يحجب سلعه عن. سيادتك قلت لي في احتكار، يبقى اذا عندك معلومه والمعلومه لازم تكتمل بالناس اللي هي بتحتكر السلعه. حينما نتحدث هل في ممارسات احتكاريه، احنا بنقول ده نتيجه ان احنا عارفين ان في كل اماكن تخزين البصل في بعض الممارسات الخاطئه، واحنا اكدنا عليها لان احنا ممكن نكذب على الناس وبنطلع نقول ده ليه، وقلنا بشفافيه قلنا رجاء الرقابه على الاماكن اللي فيها تخزين البصل حتى يكون لدينا المعتاد اليومي اللي بيخش الاسواق ما يكونش عندي اي عوائق او ما يكونش عندي اي ممارسات خاطئه من خلال حجب المنتج او احتكاره، لان دي الاماكن دي بقى فيها كبار يعني كبار مصدرين وكبار منتجين هم المسيطرين على هذه الاماكن. واحنا اكدنا هي الاماكن دي معروفه يا استاذ حاتم؟ هي معروفه الاماكن معروفة دي؟ معروفه لدى كل الجهات المعنيه والجهات المتصله، لان احنا قلنا بشكل واضح ان اماكن اللي فيها تخزين البصل لابد يبقى في عندنا يعني مراقبه بشكل يومي ومراقبه بشكل معتاد عشان يبقى ما فيش حد يقدر يحجب منتج واي حد يحتكره، واحنا اكدنا على هذا الكلام. لكن طب لو دلوقتي حد مثلا بيحتجز كميه من البصل مثلا بغرض التصدير، احنا عارفين البصل بتاعنا من اجود انواع البصل في العالم وطبعا تصديرنا منه كان كويس جدا، لو حد مثلا قال لك انا بجهزه عشان اصدره ادخل البلد عمله صعبه الكلام ده كله، هيكون ايه رد حضرتك؟ ما نقدرش نقول لحد ما يصدرش، ولكن احنا بنقول يعني هو يبقى في الحاله دي هو كده ما عليهوش اي مساءله قانونيه. احنا بنتكلم على كلامنا منصب يا استاذ هشام على حجب المنتج عن الاسواق او الكميات المعتاده، احنا ما تحدثناش عن السوق الخارجي. احنا التصدير دي اتفاقيات مبرمه ودي اتفاقيات دوليه ولازم نلتزم بيها ولازم نوفي، مصر دوله بتوفي بتعهداتها واحنا لابد نحافظ على ده، لان فعلا انت تفضلت زي ما تفضلت وذكرت احنا لازم ندخل عمله صعبه من خلال منتجنا اللي احنا بنمتاز بيه لدى العالم كله. ولكن انا بتحدث عن الكميات المعتاده داخل الاسواق، مش لازم تبقى موجوده بقله، لازم تبقى موجوده بكثره والكميات تبقى تظل كما كانت في السابق، لان ده بيسبب لي نوع من انواع عدم الاتزان في السوق. انا حديثي منصب على الكميات اللي بتخش اسواق الجمله والتجزئه، لان ده المباشر مع المواطن، ده على طول اللي بينصب في ارتفاع او انخفاض للمواطن.
احنا بنأكد على هذا الكلام. هل احنا ضد التصدير؟ طبعا لا، مش ضد التصدير، لكن احنا بنقول اللي بيصدر بغرض ان هو يعني ينتج ويشتغل ما فيش مانع، لكن احنا بنقول اللي بيحجب منتج على اساس ان هو يعطش السوق ده طبعا يقع تحت طائلة القانون. طيب هل هناك انفراجة في سعر البصل خلال الفترة الجاية ولا لسه؟ احنا عندنا المواسم المقبلة ان شاء الله تبتدي من شهر 2 لغاية الشهور اللي احنا 7 و8، كل ده بينتج بصل، لكن احنا بنأكد ان الفترة دي هي فترة فعلا فيها تخزين البصل، ولكن بنأكد على كل اهالينا ان احنا كل المنتجات الزراعية فيها انخفاض. البصل حتى لو كان اسعاره مذبذبة ممكن 15 يطلع 20 يرجع يبقى 18 يرجع يبقى 20 يرجع كده، البصل يبقى هيظل كده، لان احنا ما عندناش منتج طالع من الارض يا استاذ هشام. المنتجات اللي موجوده حاليا هي كلها المخزون الاستراتيجي اللي هو داخل الاماكن في تخزين البصل. فاحنا بناكد ان لما يبقى عندي موسم زراعه زي الطماطم دلوقتي اهو اللي حصل لما بشاير العروه الشتويه اشتغلت وكان عندي كم من المعروض وفي اتاحه اكبر، فبالتالي الكميات بقت اكثر فبالتالي الاسعار انخفضت. نفس الموضوع البطاطس، نفس المنتجات الزراعيه، الكوسه، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الخضره بانواعها، كل ده في انخفاض كبير جدا في الاسعار. ليه؟ عشان انا عندي مواسم زراعيه وعندي كم من المعروض. وما نغفلش يا استاذ هشام على ان مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج ارتفعت والفلاح بيعاني من ده، واحنا تحدثنا مع مسؤولين وزاره الزراعه قلنا لابد يبقى يعني لازم نسرع في البرنامج القومي للخضر والفاكهه، ده البديل عن ان احنا بنستورد بذور ومستلزمات انتاج من الخارج، لازم يكون مدخلات الانتاج مصريه 100%. تحدثنا يا استاذ هشام في كل هذه الجوانب وقلنا لازم نبقى نشتغل على ارض الواقع بجانب الفلاح المصري. ان شاء الله رب كل الخير. بشكرك جدا يا استاذ حاتم، شكرا جزيلا. استاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه كنت معنا تليفونيا، بشكرك الف شكر.